يلا السلام عليكم، تحية حب واحترام لكل شخص يتابع الفيديو. هاي حلقة خاصة بالبلابل، يعني لأن الموسم تعرفون الموسم يعني تقريبا هسه احنا الربع الأول منه، ولابد من هاي الحلقات. يعني احنا العام أتذكر حكينا باستفاضة كاملة عملي ونظري بنفس الوقت عن هذا الموضوع، وإن شاء الله في كل موسم نوثق هاي الحالات. طبعاً هواي أخوة من المتابعين يعرفون موضوع الكشميريات شلون جبناها وهذا، يعني حاولت قدر المستطاع أنه أعرف منو النثية منو الفحل حتى أدمج بين يعني نسوي هجين، يعني أما نثية عراقي وفحل كشميري. شوف هسه هذا الكشميري برا القفص، وهذا اللي عندي بداخل المحلق شوفوا، يعني مبين هو فحل، هذا انا اعرفه. وفتح الذن الكشميرات هسه مثل ما تشوفون امام الاعيون، يعني هذا ما اعرف فحل نسي ما اعرف. يعني فتحته حتى ياخذ راحته بالمكان، يفتح جنحه، لان انا جبته بوقت يعني وقت كان مو مناسب. الحمد لله والشكر قدر يقاوم وقدر يتعايش مع الاجواء بداخل القفص هذا اللي شفته، خانة نسميه. بعدين شفت اجى الموسم وبدأ يعني الاخوة بدأوا يعني يقولون البلابل بدأت تلف اعشاش، وانا بالعام الماضي كنت اعرف بهذا الموسم بدأت البلابل تلف اعشاش، فلذلك يعني ما صراحة ما رهمت ندمج بين لان ما اعرف الفحل منه النثية منه، فصار موضوع العراق وتعرفون هذا التفاصيل. شوفوا هسه هذا فحل ابو حلقه، هذا فحل، هذا منتهين من يمه. طبعا بسبب مشاكل التمييز، صعوبه التمييز عفوا، تحدث بعض المشاكل عند المربين يعني، واللي اني مصدر القائمه يعني، اللي هم ما يعرفون يميزون بين الذكر والانثى. أنا أحد هذول الأشخاص، هذا الشيء لا هو عيب ولا هو، لكن أكو مربين عندهم باع طويل بهذا المجال، يعني التمييز بين الذكر والأنثى. أكيد يعني السبب يعود مجالسة هاي الطيور مثلا، هذا النوع من الطيور، لأن صراحة التمييز التشابه قوي والتمييز يكون صعب. فأنا قلت خل أفتح العراقيات مالاتي قبل لا ينتهي الموسم، وكل شيء ما حصل. الحمد لله والشكر فتح الذن العراقيات القديمات، طبعا بيهن الفحل أليف طينة يعني، بس شنو أنا خليته شوية يعني شون مثل ما يقول الألافة تقل عنده. ليش؟ لأن حتى تعرفون الباب اللي عندي بالمحمية مو باب كي دور باب ثاني، يعني لا باب تك واحد، فمرات يجي من واحد يدخل هذا يطلع فيسبب لنا مشاكل. طبعا هو عدة مرات طلع وعادي يرجع بزقارة يرجع المكان، نعطيه زقارة يرجع. هنا أنا لو يشوفون هسه هنا أول ما فتحتهم بدأ المزاوف، وبدأ طبعا المزاوف هي هاي الحركات اللي يسويها هذا النوع من الطيور يسمونه مزاوف، يحرك بجنحه، وهذا يدل على أنه موسم التزاوج وهالتفاصيل. بدأ ياخذ اعشاش، العفو، ياخذ اعواد، ياخذ خيوط مثلا. انت بهاي الفترة نصيحة يعني، لان انا بالبداية في بداية الامر هواي عانيت من هذا المشكلة، يعني بس يبيضين ابقى اراقب كم بيضة، اليوم بيضت لا باكر تبيض، هذا مشكلة هنا اصير يعني صراحة. حتى الافراخ يشمروهم يعني، بس هو بنظره ما يشمرهم، لا ينقلهم للحفاظ عليهم، لان يعني خوفا من البشر حتى وان كانوا اليفات، يعني الا ما ندر طبعا، فيخافون على افراخهم ويخافون على عشهم، وحتى الاماكن اللي يبنون بها الاعشاش تكون عاليه مرتفعه. فانا مسوي لهم هذا العش اللي شفتوه، وحاولوا تخلون الاعشاش بمكانات يعني ثابته، الثبات، لان بس يتحرك يعني ممكن يفلش العش. هواي
تورد استفسارات على موضوع لف الأعشاش وهالتفاصيل. طبعا لف الأعشاش اللي أنا ألاحظه مثلا اللي لاحظته بالبلاوي، أكو بعض الأخوة شو يقولون، يقول لف العش مسؤولية الأنثى. طبعا هي بالدرجة الأساس هي مسؤولية الأنثى. الفحل يعني نادر ما يلف عش. أنا العام عندي لفة الأعشاش كاملة، لفة العش، بس هي عموما يعني تختلف من سنة لسنة، يعني سلوكيات الطيور يعني ممكن أن تتغير نسبيا. يعني أنا العام قلت لك يعني لفة العش بس النثية، الفحل أبد ما تدخل. السنة لا، شفت مبادرات يعني الفحل يعني شلون يعدل العيش مثلا، بعض الجزئيات البسيطة منه يلاحظ هاي التفاصيل. هذا يعني مو فد مشكلة عويصة، وهذا يعني حتى لكل قاعدة شواذ، يعني ما نقدر نثبت، لكن التمييز هو الأساس، تمييز بين الذكر والأنثى. صراحة أنا قلتها سابقا وراح أعيدها مرة ثانية، لأن هي أنا ما أعرف أميز صراحة. أكو بعض الحركات اللي الإخوة قبل الفيديو السابق كان ذيك الأيام تحدثنا طبعا ويا الإخوة بالتعليقات وكذا، قدروا يحددون بعض النقاط اللي أنا طبعا عاينتها بالواقع، شفت بعضها يعني مثلا حقيقي، يعني مثلا الذكر ينزل راسه ويحدب يعني فترة المزاوف. النفية بها بعض الأشياء تختلف عن الفحل، هاي بالمزاوف تبين يعني واضحة، بس مع ذلك يعني ما نقدر نقول هذا الأمر يعني جزم كامل، لا يعني بقت شغلة مثلا هو مو موسم تكاثر وانت تريد تشتري مثلا من شخص أو من محل أو من كذا، ما تقدر تقول هذا فحل وهذا نفية، لا، إلا تجيب وجبة وتخليهم مكان ويبدي الموسم، شوف من يتعارك منه. هنا التمييز أنا بالنسبة لي أول ما جبت بلاول جبت هيك يعني وحشيات، خليتهم بالمكان والحمد لله والشكر، يعني أنتجوا وطلعت واحد منهم عرفت ذكر من الأفراخ، فبقى هسه صار له فترة هو يعني تقريبا 4 سنين 5 سنين هذا الذكر. الذكر بوقتها كان الشتاء وهذا، وتمرضت النفية في بداية الأمر، يعني أول ما أنشأت المحمية ماتت، جبت لها نفية وحشية والحمد لله، هي قالوا لي نفية طلعت نفية، بس هم ما متيقنين 100% هي هاي نفية. لكن أكو ناس تربي البلبل بس هو يعرف يميز، يعني ما يخطي، إذا قال لك فحل فحل. هواي الحين بهذا الموضوع مال التمييز الأهميته طبعا، فأنا بموضوع الذكر والأنثى يعني تعفون إخوان، يعني صراحة ما أعرف، واحد يقول لك من نصبة، واحد يقول لك رجله يفتحها، لأن كلهن يعني هذا كلام عار من الصحة. يعني أكو مرات النفية تكون أخشن من الفحل، مرات النفية والبلاوي اثنين هني غردن، يعني ماكو مو حكر على ذكر او انثى، لا اثنين هني غردن، مرات النثية يكون تغريدها اجمل من الفحل. هسه هنا ذني البلاوي اللي عندي بفترة لف العش ما شاء الله، بس فتحت القفص انه قام يلفت، طبعا وذني يعني مستمرات يعني الطيور الحب، نعم اقدر اعزلهن، بس اريد اعزلهن القاهن بيضات، اريد اعزل هنا القاهن بفرخات، مشكله. وهذا متزوج اثنين هسه حقيقه، متزوج اثنين وكل وحده لازمه لها عش كوخ يعني، واثنين ما شاء الله مفرخات، وحاير بين الاثنين يعني العيشه صعبه. الحمد لله والشكر على كل حال. شوف هسه ذني هذا اثنين طيور حب، يعني اثنين نثايا وذكر واحد، الباقي كله عزلته، وافتحهم بين فتره وفتره حتى يتحرك جسمهن هذا، نخلص من موضوع التشحم والتفاصيل. البلابل الأشياء الأساسية بها هي الأمان، هاي بالدرجة الأساس، يعني بعد التمييز بعد الجهوزية هي الأمان.
بس تشوف البيض تفلش البيض، يعني تشمر البيض، تهجر العش، هي فترة لف العش وانت تجي. لا، الشغلة الثانية الأفراخ من يصير لازم حشرات، بما انه انا عندي قبابي واربي القبابي هذا، هاي الدوده يعني اربيها بالبيت واكاثر من يمها، مع ذلك القبابي ممكن الحي، طبعا انا احكي على الحي، ممكن انه يسمم بالافراخ. شلون؟ بيا حاله بحاله اللي يكون بالعلبه فتره طويله ما تنظف المكان، يعني ما تنظف البراز مالهن، وهذا هذا يصير الاسود. طبعا هذا سماد 100% للزرع للنبات. فأنا شو أسوي؟ أنخله بين فترة وفترة، أنخل العلب حتى أخلص من موضوع السموم اللي تتكون بالقبابي. شوف ما شاء الله هسه، يعني ذني قلت لكم بس فتحت الباب بدني يزاوفن وبدني يلفن عيش، وماكو أيام إن شاء الله ويبيضن. الأمر المهم قلنا عليه القبابي، القبابي شلون نخلص من السموم اللي بداخل القبابي حتى ما تأذي الأفراخ؟ لازم تنخل المكان العلب يعني اللي تسوي بها القبابي. شغلة ثانية بعد النخل تعطيهم خيار، تعطيهم بتيته، تعطيهم خس حتى يتغذى سوائل كذا يطرح السموم اللي عنده. بعدها تقدر تعطيهم للأمهات وهم بدورهم ينقلوهم للأفراخ. طبعا هذا الكتكوت ما له علاقة بالموضوع، هيك يظل لقيته بالحديقة، يعني جابوا الأهل شفتوا الساجية اللي مسويها آني طبعا، اللي مال الزرع والنباتات. طبعا هي أكيد المحمية تتكون من طيور ومن نباتات بنفس الوقت، فهاي النباتات أنا كلش أحبها وكلش أعرف يعني نوعياتها وهذا، ويعني فد شيء هواية ثانية طبعا بالدرجة الأساس مع الطيور، يعني هاي هوايتي اللي أنا كلش أحبها ومعتز بيها طبعا، وكلش الحمد لله والشكر كلش مستمتع بهذا المكان اللي أنا سويته، والطيور كذلك والنباتات كذلك. هاي نسقيها، شلون نسقيها؟ طبعا يقول لك تضرب عصفورين بحجر واحد، منها للسقي هسه الجو بدأ يعني صيف بعد، ومنها إذا أكو حشرات بالتربة راح تطلع. يعني مثلا شوفوا هسه هاي الحشرة اللي عند البلبل، شوفوها. طبعا هاي الحشرة إن شاء الله بفيديو لاحق راح نتحدث عليها باستفاضة كاملة. طبعا مؤذية للنبات بصورة مباشرة. شلون مؤذية؟ هاي الحشرة يسموها الجرارة وكذا، يعني هيجي هذا اللي يسوي أنفاق، أنفاق بالتربة، يعني بعد السقي من تنشف تشرب الأراضي تشرب المي تشوف أنفاق مثل يعني شلون القبة هيك أو نفق بالقاع، هذا سببه هذا هاي الدودة أو هذا الحشرة هاي. طبعا هذا غذائه على الجذور النباتات، هاي بالدرجة الأساس، لا حد يقول لك هذا مفيد للنبات وكذا وكذا، لا. هذا الحجم كبير، شوفوه هسه عند البلاول، يعني هذا كلش مؤذي، كلش مؤذي صراحة، لأن الغذاء الوحيد هو الجذور مال النباتات، يعني اللي فيل عنده فيل، اللي عنده نباتات كبيرة صغيرة هو يتغذى على الجذور مالتها، يعني ممكن يبيد لك مكان كامل زين، يعني خاصة اللي يزرعون بانية طماطم سوالف الناعمة، شغلات الناعمة هو يبيدها صراحة. هسه هنا أنا الحمد لله والشكر بدن هنا أنا بهاي الفترة أبد نهائيا، ما عدا المواد الأساسية اللي هي الخيوط هالسوالف والأكل التغذية، يعني التغذية من تمر من البواقي اللي الأكل اللي يبقى من البيت، يعني هذني ما أستغني عنهم، يعني أضافة إلى البليت هالسوالف يعني، والقبابي هو موجود عندي. بالإضافة قلنا لكم ذن الحشرات اللي تطلع من القاع، خاصة اللي عندهم محميات، يعني صراحة أنصحهم بهاي الطريقة، مجرد يفيض القاع اللاين أقصد الساجية اللي بالأطراف راح يطلع هذا الجرار يسمونه، ما أعرف شو يسمونه،
وتبدا تصيده وتنطي انت للبلابل، وبس مجرد بس ترفعه هو ياكله، البلبل ياخذه ياكله يعني كل شيء يحبه. ويبدي حتى يطعم افراخه من يمه واله. هنا ذن الشغلات الاساسيه، اما انت تتدخل وتشوف العيش وتشوف هذا صراحه ما انصح ابد، نهائيا ما انصح، لان ممكن تفلش عشها، ممكن تنتقل لغير مكان ما تامن، وبالتالي يفسد الانتاج عندك. هذا فيديو ان شاء الله الجزء الاول، وراح نتحدث باستفاضه كامله بالجزء الثاني. تحياتي للجميع، وذن افراخ تجاوب والحمد لله والشكر.